تنبأ. هل سؤال هنا، هل تصلى صلاة الضحى أربعا أربعا بتسليمة واحدة؟ إخواني في الله، هناك حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا والنهار في خلاف بين الحفاظ، فمنهم من قال هي ضعيفة بسبب شذوذها، ومنهم من مشاها. فلكن لو رأينا التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الأكثر في صلاة النافلة كان مثنى مثنى، فالأصل أن تصلى مثنى مثنى. لكن ورد مثلا قبل صلاة الظهر أنك تصلي أربعا بتشهد أول يصلي فيه على الملائكة المقربين، هذا جائز بل هو سنة. أما الضحى فتلحق بالأصل، تصلى ركعتين ركعتين، لكن لو صلى أربعا تجزئ تجزئ، لأنه ما عندنا نص وإنما هو إلحاقات. نعم.